استمعت قبل قليل للمؤتمر الصحفي للسيد السوداني الذي كشف بموجبه استعادة جزء من أموال الأمانات الضريبية، كيف تنظر ربما لجهود الحكومة بمتابعة ملف مكافحة الفساد؟ هذا من جانب. هل تعتقد أن السوداني سيقدم أي شخص لأي جهة ينتمي عليه ملفات فساد؟ نعم، لاحظنا في المؤتمر الصحفي أن السيد السوداني يؤسس لمرحلة جديدة أو لعلاقة جديدة ما بين الحكومة والجمهور. هذه العلاقة أساسها الثقة والشفافية، وبالتالي حينما تقوم بأي إجراء لمحاربة الفساد سوف يجد صدى كبير وترحيب واسع من المجتمع، وهو يقوم بخطوات عملية لحد الآن وكذلك إجراءات حقيقية على الأرض، أي أنه تقوم في محاور عدة، منها المهم كما قال والأهم هو استرداد الأموال والقبض على الفاسدين، وكذلك محاسبة وعزل كل الكادر المتقدم في الدولة العراقية الذي ساهم بشكل أو بآخر في هذه الصفقات والتي بتنا نسمع عنها، صفقة القرن وصفقة العام وصفقات كثيرة وأرقام فلكية كبيرة. وبالتالي أي خطوة هي مرحب بها، ونشد على يد السيد السوداني على أن يستمر، ومثل ما تفضلت حضرتك أنه الآن لابد أن تتعزز هذه الثقة، ثقة استرداد الأموال أو عملية استرداد الأموال بخطوة أخرى، وهي الإيقاع بكبار الفاسدين، لا سيما وأن هذا الموضوع يشكل أهمية لدى المواطن، عكس الحكومة التي ترى في استرداد الأموال أهمية لأنها أموال مهدورة أو خارج الحسابات فاستعادتها ضروري. إضافة إلى أنا سمعت كثير من اللغط حول أنه إطلاق سراح المتهم بكفالة، وهذه محددة بأسبوعين، أي أنها ليست مطلقة تماما، وهي للتسهيل في استعادة الأموال الأخرى.